السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا، وإلى عناوينها. الرئيس العليمي يبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص الألماني في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تشدد على أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة. مدن ساحلي حضرموت تشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة. الأمطار وشدة الرياح تتسبب في خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة في مدينة المكلا. محافظ شبوة يبحث إمكانية تسهيل رحلات جوية لطيران شرق أفريقيا من وإلى مطار عتق الدولي.